المسائية من الميادين وفي عناوين ملفيها لهذه الليلة. حماس ترى تناقضا بين مقترح بايدن ومضمون ورقة إسرائيل. أهي مناورة إسرائيلية أمريكية جديدة لنسفها وتحميل حماس التبعات؟ من القلق الوجودي إلى اليأس الوجودي المتصاعد في إسرائيل، هواجس التفكك والخراب تسيطر على الإعلام الإسرائيلي، لماذا يخشى الانهيار؟ أين الخطة؟ بعبارة أخرى، أين نص المقترح الأمريكي؟ تثير حماس هذه الأسئلة اليوم بعدما وجدت أن الإسرائيلي رمى صفقة بايدن جانباً وأعاد تركيبها وفق أهوائه ليستمر في الحرب، حيلة لم تنطلع على حماس وفصائل المقاومة، فالإيجابية التي اتبعتها المقاومة لا تعني أبداً التفريط أو السقوط في فخ نتنياهو ويمينه المتطرف. ثمة سقف للمفاوضات، ألفه وقف إطلاق نار شامل، وباؤه المفاوضات على مراحل، فهل يحتاج هذا الأمر إلى كثير من التفسير والتأويل؟ تعي حماس أن ثمة ضغوطا هائلة عليها، وتدرك أن الأمريكية يسعى إلى فرض صيغة بالتوافق مع الإسرائيلي، فماكينة الإعلام الغربي بدأت ترمي الحجة على حماس، وكأن الكرة في ملعبها وليست بين يدي نتنياهو الذي يمعن في تمييع مقترح بايدن، فهل يناور مجددا لتطييرها كما فعل سابقا؟ كل الأمور واردة، ولعل الواردة أكثر حتى حدود التيقن أنها مناورة أمريكية إسرائيلية مشتركة هدفها وقف القتال من دون وقف النار، تماما كالعمليات الجراحية المتلاحقة. أليست هذه خطة بايدن الأساسية وسبق أن أعلنها متحدثون باسمه في أكثر من مناسبة؟ في كل الأحوال فإن المناورات أو اللعب على الوقت لن يلغيا هواجس القلق التي أتسربت إلى داخل الكيان، فصورة الإفراط بالقوة النارية التي استخدمتها إسرائيل من دون أي إنجاز تعكس حالة كبيرة من اليأس الوجودي مقابل عزيمة فلسطينية ترتقي يوميا نحو التحرير. الكلام هنا ليس قراءة لإعلام أو لتحليل عربي، بل لإعلام إسرائيلي يتحدث عن حالة التفكك التي تتعمق في داخل إسرائيل، بينما وكيفما ولى وجهه يرى المقاومة من غزة إلى لبنان واليمن والعراق يزداد بأسها وتطورها وتلاحمها. في البداية نرحب بضيوفنا في هذه المسائية من إسطنبول، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد الحيلة، أيضا الترحيب موصول من نيويورك بالمحلل السياسي والعضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي الأستاذ مهدي عفيفي، ونرحب من واشنطن معنا مدير مركز القدس للدراسات السياسية الأستاذ عريب الرنتاوي. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. أبدأ معك أستاذ عريب، هذه المذكرة التوضيحية من حركة حماس تؤكد بأنه المقترح الذي وصلها لا يطابق الكلام الذي سمعناه شفويا من قبل الرئيس جو بايدن، هل يمكن القول بأن المقاومة تلمست نوع من الخداع يمارس من قبل الأمريكي بشكل مشترك مع الإسرائيلي ولهذا أصدرت هذه المذكرة التوضيحية، وكيف سينعكس ذلك على الجولة التفاوضية؟ الخداع في صلب المبادرة الأمريكية منذ يومها الأول، وقلنا وقال كثيرون أنها مفخخة بالثقوب السوداء وبالكمائن والشراك بهذا المعنى، ولكن ليس الخداع وحده هو ما تستبطنه هذه المبادرة، أعتقد الفشل هو أيضا عنصر رئيس من عناصر هذه المبادرة. من سمع كلمة بايدن يعني أيقن بأن أهداف هذه الحرب عصية على التحقق، وأن القوم باتوا قاب قوسين أو أدنى من الإقرار بالفشل وإعلان الهزيمة في تحقيق أو العجز عن تحقيق مرامي هذه الحرب وأهدافها، من حماس التنظيم الإرهابي الذي يتعين استئصاله إلى دعوة مستميتة من بايدن وحشد دولي تقوم به الولايات المتحدة لإقناع حماس بالجلوس إلى مائدة المفاوضات، شتان بين المقاربتين. نحن نعرف وهذا خبرناه ليس في حرب طوفان الأقصى وإنما منذ سنوات وعقود، الولايات المتحدة تريد شيئا فإن أرادته إسرائيل كان به، وإن رفضته إسرائيل تنزل الولايات المتحدة عن قمة الشجرة وتبدأ تدريجيا أو تبدأ بالهبوط التدريجي نحو الرواية الإسرائيلية بهذا المعنى. لا شك لدي أن بايدن يعني قصد ما قاله في خطابه الشفهي الشهير المعروف،
ولكن رفض نتنياهو لهذا الخطاب ومضامينه وحديثه بأنه لم يقل كل شيء وبأنه ليس دقيقا وغير ذلك، يعني دفع بالإدارة الأمريكية إلى الهبوط مرة أخرى عن الشجرة والاقتراب من الرواية الإسرائيلية وبدء إطلاق النار على حماس والضغط على حماس. بايدن قال أنه مشروع إسرائيلي، فما حاجة إدارة بايدن للضغط على إسرائيل للقبول بما قال عنه أنه مشروعها؟ هذا في الحقيقة يعكس حالة التخبط، الارتباك، الفشل الذي بدأ في تل أبيب وهي تداعيات وتنتقل إلى الدولة الأعظم، إلى الولايات المتحدة ذاتها. لذلك المقاومة حريصة، حذرة، واعية، صاحية، مستيقظة بهذا المعنى. نريد الذهاب إلى اتفاق، ولكن نريد الشروط الأربعة: وقفا شاملا ونهائيا لإطلاق النار، نريد انسحابا شاملا إسرائيليا من قطاع غزة، عودة غير مشروطة للنازحين إلى بلداتهم وقراهم، تدفق غير مقيد للمساعدات والإغاثة الإنسانية للقطاع بما في ذلك الإيواء ومواد التعافي المبكر. لذلك هذه وهي مطالب إجماع دولي بالمناسبة، وكان بايدن في كلمته قد أشار إلى معظمها، ولكن نتنياهو الذي لا يستطيع الذهاب إلى وقف الإطلاق النار ويجد صعوبة جمة بالاستمرار في هذه الحرب المكلفة سياسيا وميدانيا وماديا وأخلاقيا وقيميا وغير ذلك، هو أيضا يجد صعوبة ويجد نفسه بين خيارين أحلاهما مر، شأنه في ذلك شأن بايدن، الرجلان مأزومان وحاصل جمع مأزومين لا يمكن أن يكون انفراجا. أستاذ عريب، يبدو أن الأمريكي يشدد ويحاول أن يضغط أكثر فأكثر، إن كان بمجلس الأمن بالمشروع الذي وزعه تحديدا لدعم هذا المقترح الأمريكي، وحتى بإطار آخر حينما نتحدث عن البيان المشترك الذي صدر عن أكثر من 17 دولة ويعني زعامات وقيادات حول العالم. ولكن نريد أن نفهم أستاذ مهدي عفيفي، يعني هنالك صحيح في هذه التحركات الأمريكية، ولكن كما قيل ما قاله شفويا بايدن مختلف تماما عن المقترح المكتوب. أين نص المقترح الأمريكي؟ هل هذه التناقضات هي وراء سبب هذا الغموض الذي يلفه؟ هيا إليك والضيوف الأعزاء والمشاهدين الكرام. الحقيقة لابد أن نعلم أن كل ما يقوم به بايدن الآن هو محاولة إنقاذ نفسه أولا. بايدن في مأساة ومأزق بسبب الانتخابات، وقد رأينا ماذا يحدث في الانتخابات التمهيدية، أن كثير من الديمقراطيين وحتى في الولايات التي لا يسكنها أغلبية عربية تقوم بالتصويت برفض بايدن كرئيس. يعلم بايدن جيدا أن الشباب مثلا من سن 18 إلى سن 29 يرفضوا أن تكون إسرائيل متسلطة على السياسة الأمريكية بهذا الشكل، ويرفضوا استسلام بايدن بشكل كبير لكل متطلبات اليمين المتطرف الإسرائيلي. فلذلك نرى أن كلما تكون هناك محاولة للخروج من المأزق يتقدم بها بايدن، نجد أن الحقيقة تختلف قلبا وقالبا عما يتكلم به بايدن. بايدن يحاول أن يصور أن المشكلة تقع على عاتق حماس، ولكن الحقيقة أن الطلبات الإسرائيلية والأمريكية تطلب من حماس الاستسلام ويعني الانتهاء، وهذا طبعا شيء مستحيل. فلذلك يحاول بايدن إلقاء اللوم على حماس، يحاول إصدار بيانات في أوقات معينة وكأن الحلول كلها موجودة وأن الإسرائيلي اتفق معه على هذا. ولا ننسى أن الإسرائيلي لم يعني يسمح، حتى عندما تدخلت قطر ألقى اللوم على قطر في أنها أفشلت المفاوضات، وعندما تدخلت جمهورية مصر العربية ألقى اللوم بأن مصر غيرت في هذه المفاوضات، والآن يقوم بنفس هذا الشيء مع بايدن. أصبح الآن بايدن أستاذ مهدي، أيضا إسرائيل هي نفسها الليلة نتحدث
رفضت مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن بخصوص هذا المقترح لوقف الحرب في القطاع وتبادل الأسرى وانسحاب القوات، يعني ليس بمتضمن هذه الجزئية انسحاب القوات الإسرائيلية، ولكن عن وقف إطلاق النار في غزة. بالطبع إسرائيل لن توافق على أي مشروع، وتعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقف بجانبها في أي حال من الأحوال. ما نراه الآن هو يعني استمرار الدعم المطلق الذي بدأ من أن بايدن اعترف وقال أنه صهيوني وأن حتى وزير خارجيته، فهذه ليست مناقشات متكافئة، ولكن هناك تحيز شديد ودعم شديد لإسرائيل وكل ما تقوم به. إنما ما يقوله بايدن سواء كان من خطاباته أو ما يتم تداوله في الأمم المتحدة أو غيرها هو مجرد للاستهلاك الإعلامي، لكن الواقع بايدن مشترك وبايدن شريك أساسي مع نتنياهو فيما نراه ضد أهلنا في فلسطين. أستاذ أحمد الحيلة، تحديدا يعني حماس قالت بأنها تنظر بإيجابية إلى المقترح وما قاله الرئيس الأمريكي يوم الجمعة الماضي، ولكن لا يعكس حقيقة ما جاء بالمقترح المكتوب. ما الذي تتعمده الولايات المتحدة؟ كما ذكر الأستاذ مهدي عفيفي في محاولة إلقاء اللوم بأن من رفض هذه المبادرة وهذا المقترح والكرة بملعب حماس مرة جديدة، تحميل المسؤولية لحماس في ظل المناورة والمكابرة واللعب حتى بالوقت من قبل نتنياهو، أما هو المراد هنالك هدف مشترك إسرائيلي أمريكي الذي أشار إليه بالمداخلة الأولى أستاذ أيضا عريب، القضاء والتسليم وفرض على المقاومة تقديم التنازلات والتي ثبتت بأنه في ثوابت أساسية وقف دائم لإطلاق النار وليس مؤقت كما يحاول الأمريكي والإسرائيلي، وانسحاب القوات الإسرائيلية من ثم الحديث عن تبادل الأسرى. منذ يوم الجمعة الماضي عندما خرج الرئيس بايدن يتحدث إلى وسائل الإعلام كان واضح تماما أن هناك شيئا ما غامض وغير طبيعي وغير منطقي، كيف هو يتبنى أو يذيع هناك مبادرة إسرائيلية ثم يدعو إسرائيل لأن تقبل بهذه المبادرة، ويخرج الطرف الإسرائيلي غاضبا وبتصريحات يرفض ما جاء على لسان بايدن. واضح كان هناك في شيء ما غامض، لكن يوما بعد يوم أعتقد أن المسألة بدأت تتضح أكثر، لأن وعنوانها في تقديري هي مناورة أمريكية إسرائيلية مشتركة. الرئيس بايدن يمكن تقطيع أو تجزيء الكلمة التي جاء بها للتوضيح هي شقين، شق أول متعلق بالورقة الإسرائيلية، وشق ثاني يمكن تسميته تفسير أمريكي، رؤية أمريكية. لكن المفاوضات لا تبنى على التصريحات، المفاوضات تبنى على الوثائق والأوراق والتدقيق والتفاصيل. إذا بدنا نتحدث عن المبادرة فهي مبادرة إسرائيلية، وكانت واضح تماما حتى على لسان الرئيس بايدن، قال بأن الموضوع وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل من قطاع غزة يجري التفاوض عليه أثناء تطبيق المرحلة الأولى، وإذا لم يكن هناك اتفاق حتى نهاية الأسبوع السادس من المرحلة الأولى تستديم المفاوضات ويوفر هناك غطاء لاستمرار هذه المفاوضات حتى الاتفاق، وهذا يوجب على حركة حماس تسليم عشرات الأسرى لديها إلى إسرائيل. إذن الورقة الإسرائيلية تريد أن بالتجربة أن الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن يذهب إلى التفاوض عشرات السنوات، ونموذج أوسلو واضح لدينا 31 سنة من المفاوضات وانتهت الأمور، يعني بلا دولة فلسطينية وانتهت بالاستيطان ونهب الأرض إلى آخره. لكن الجزئية التي توقفت عندها حركة حماس كانت جاءت على لسان الرئيس بايدن، بمعنى هي رؤية أمريكية تتحدث عن وقف دائم وانسحاب شامل وإعمار، وهذه بالمناسبة هي نفس النقاط التي وافقت عليها حركة حماس في السادس من مايو أيار الماضي. صحيح. هذا الخلط
هذا الخلط أنا في تقديري في عالم السياسة لم يقع سهوا، وإنما هذا كان مقصودا، لأن لاحظنا خلال الأيام الماضية في هناك نوع من أنواع التباين، هل هذه مبادرة أمريكية، هل مبادرة إسرائيلية؟ لكن اليوم اتضحت أن الذي يقدم على الطاولة هو مبادرة إسرائيلية وورقة إسرائيلية، والرئيس الأمريكي والمسؤولين الأمريكان بما فيهم أيضا بعض المسؤولين الأوروبيين بما فيهم مسؤول السياسة الخارجية جوزيف بريل أيضا بدأ يتحدث بنفس لغة بايدن، أننا ندعو لوقف إطلاق نار دائم، لكن نطالب حركة حماس بقبول الورقة التي تقدمت بها الإدارة الأمريكية، هي الورقة الإسرائيلية التي لا يوجد فيها وقف إطلاق النار. بالدعوة إلى تقديم كان واضح، تقديم تنازلات. بالضبط، السياق الذي تدفع فيه الآن الولايات المتحدة الأمريكية إيهام العالم كله، جمع العالم كله في الموقف السياسي على ضرورة وقف إطلاق النار. ما هو تعريف وقف إطلاق النار؟ نرجع إلى الورقة الإسرائيلية، لا يوجد فيها وقف إطلاق النار، هناك تفاوض على وقف إطلاق النار بعد أن تعطي المقاومة وحركة حماس عشرات الأسرى لإسرائيل دون أن تأخذ شيئا. إذا هذا أعتقد أنه هذه مسألة فيها ألغام، فيها مناورة، فيها نوع من أنواع الخداع. أنا أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية بمسؤوليها من سوليفان إلى كيربي إلى وزير الخارجية بلينكين إلى الرئيس الأمريكي، أعتقد أنهم يمارسون خداعا أمام الرأي العام للقول بأن المبادرة صالحة، المبادرة كما قال كيربي. كيربي كذب على الإعلام عندما قال أن الورقة الإسرائيلية تتطابق مع ورقة السادس من أيار التي وافقت عليها حركة حماس، مع أن كيربي يدرك تماما بأنه لا يوجد هناك تطابق، في هناك اختلاف جوهري متعلق بعدم وقف إطلاق النار وجعله محل تفاوض. إذا هل الإدارة الأمريكية غير واعية لما تقول؟ أنا أقول الإدارة الأمريكية واعية يعني لذلك، وهي تمارس الخداع وتحاول بالملخص أو بالخلاصات. بالضبط، ولذلك هي تحاول الآن تحاول استخدام مجلس الأمن 16 دولة زائد الولايات المتحدة الأمريكية الإعلام للضغط على حركة حماس، ولاحظنا كيف الانتقال مباشرة بضرورة أن تقبل حركة حماس بالورقة الإسرائيلية، مع أن إسرائيل كانت أمام العالم كله تتحفظ وتقول بأن الرئيس بايدن لم يتحدث حديثا دقيقا ولا تحدث بخطوط عريضة. لكن بالخلاصة الإسرائيل أعتقد أنها تدرك ما الذي يفعله الأمريكان، ويتحاول أن تبدو أنها تحت الضغط، نعم، وبأن الإدارة الأمريكية تمارس عليها ضغطا شديدا للقبول، ولكن هذا نوع من أنواع ضر الرماد في العيون لإيهام العالم بأن إسرائيل تحت الضغط وعلى حماسية أن تقبل الآن بهذا العرض السخي الآخر الذي تقدم الإدارة الأمريكية. ويبدو المقاومة تلمست هذه المخاوف وسجلت هذه التحفظات وهذه الملاحظات على نوع من التناقض، شاب المذكرة أو المقترح الذي تم تسليمهم لهم مكتوبا وبين ما قاله إعلاميا وشفويا الرئيس بايدن. سنفصل أكثر بما جاء في هذه المذكرة التوضيحية، وأعود لأناقش معكم أيضا التعاطي الإسرائيلي، كيفية الرد على هذا المقترح في ظل الانقسامات الكبيرة في الداخل. إذا بمذكرة توضيحية حول المفاوضات غير المباشرة مع حكومة الاحتلال بعد خطاب الرئيس الأمريكي كما ذكرنا يوم الجمعة الماضي، قالت حركة حماس إن موقف إسرائيل لم يكن واضحا، وأن التناقض برز في تصريحات كبار مسؤوليه، لافتة إلى أن إدارة بايدن سعت إلى اعتبار أن العقبة تكمن في موافقة الحركة. حماس أكدت أنها أبدت وبالتوافق مع فصائل المقاومة دوما مرونة مع جهود الوسطاء على مدى جميع جولات التفاوض غير المباشرة السابقة، وصولا لإعلان الموافقة على مقترح الوسطاء من السادس من أيار مايو الماضي، عندما وجدت أنه يتماشى مع شروطها. وذكرت حماس برفض الاحتلال مقترح الوسطاء وبالرد عليه بالعدوان على رفح واحتلال المعبر وتنفيذ العديد من المجازر، ما أدى إلى تعطيل جهود الوسطاء. حماس كشفت أنها عندما اطلعت من الوسطاء على مضمون الورقة التي تحدث عنها بايدن وأعلنت الترحيب بها، تبين خلوها من الأسس الإيجابية التي وردت في تصريحات بايدن، وأن هناك فرقا بين مضمون الورقة وبين ما صرح به بايدن، وهو الأمر الذي تسبب في كثير من الإرباك والجدل. وأضافت المذكرة أن الورقة الإسرائيلية التي اطلعت عليها حماس لا تتضمن وقفا دائما لإطلاق النار، بل وقفا مؤقتا، وهي لا تربط المراحل الثلاث
بل هدمت الجسور التي تنقل الاتفاق من مرحلة إلى أخرى بهدف تعطيل وحدة الاتفاق بكل مراحله واختزاله بمرحلة واحدة يتوقف فيها العدوان مؤقتا وتبقى قواته على أرض القطاع. وأكدت الحركة تمسكها وفصائل المقاومة بالأسس الصحيحة للوصول إلى اتفاق وأنها على استعداد للموافقة على أي اتفاق يتضمن تلك الأسس، محذرة من مخاطر صدور قرار من مجلس الأمن قبل التوصل إلى اتفاق بين الأطراف. وهذه النقطة الأخيرة أثيرها معك تحديدا أستاذ عريب، يعني واضح في تحذير من مخاطر صدور قرار من مجلس الأمن قبل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. ما الذي يريده الأمريكي تحديدا من الضغط داخل مجلس الأمن بإصدار هذا القرار الدولي على المستوى الدولي قبل موافقة الطرفين؟ يعني قد تتباين الاجتهادات في تفسير الموقف الأمريكي، هل هو لعبة مشتركة، لعبة تقاسم أدوار مع إسرائيل، أم أن واشنطن فعلا وإدارة بايدن فعلا تريد نهاية لهذه الحرب المكلفة على الرئيس وحملته الانتخابية وحزبه الديمقراطي؟ أنا شخصيا ميال للتفسير الثاني، أن الإدارة تريد وقف لهذه الحرب ولكنها ليست معنية بمطالب حماس، هي لا تريد أن تذهب بعيدا في الضغط على إسرائيل، لأن معادلة كسب المعركة الانتخابية من جهة استرضاء جمهور الناخبين العرب والأفارقة واللاتينيين والتقدميين والشباب وغيرهم، ولكن هناك أيضا اللوب اليهودي واللوب الصهيوني وهناك جماعات الضغط الموالية لإسرائيل. بايدن في حالة أزمة لا يستطيع أن يذهب بعيدا في أي اتجاه، لا في اتجاه الضغط على إسرائيل ولا في اتجاه تبني خيار إطالة أمد هذه الحرب، كلا الخيارين مكلف له وقد يتسبب في سقوطه شر سقوط في الانتخابات القادمة. أما لماذا مجلس الأمن والاستقواء؟ هو يريد فقط موضوع وقف إطلاق النار حتى وإن جاء ذلك بصيغة فضفاضة، أما بقية المطالب والاشتراطات التي وضعتها المقاومة فهذا آخر ما يقلق ويقض مضاجع الرئيس الأمريكي وحملته الانتخابية، هو يحشد في هذا المجال. وفي جانب من هذا الضغط دعينا نكون موضوعيين، هو أيضا على إسرائيل، وهذا يفسر ما قلته قبل قليل وفاء، يعني بأن إسرائيل نفسها لا تريد يعني للولايات المتحدة أن تذهب بهذا المشروع إلى مجلس الأمن وغير صحيح. ذلك إذا نحن أمام رئيس مأزوم بهذا المعنى، لا يستطيع قيادة الولايات المتحدة في أي اتجاه من الاتجاهات، يعني لأن كل اتجاه سيكون له ثمن. هنا وفي حمئة النقاش حول النصوص والمبادرات والتوافق والاختلاف فيما بينها، أناشد عبر شاشتكم الوسيطين العربيين مصر وقطر، هؤلاء يعرفون كل تفاصيل المفاوضات وكل خباياها وكل ثناياها بإصدار مذكرة توضيحية. هذه المذكرة يتعين أن تصدر من الوسطاء العرب وليس فقط من حركة حماس. حسناً فعلت حركة حماس إذ أصدرت مذكرة توضيحية تفصيلية شافية وافية قطعت بها جهيزة قول كل خطيب، ولكن الدور الآن المطلوب الآن والذي يمكن أن يحدث ارتباكاً في المشهد وإعادة الأمور إلى نصابها أن يخرج الوسيط المصري والقطري ببيان مشترك للرأي العام. هذا ما عرض في الصفقة التي قبلت بها حماس، هذه أسباب الرفض الإسرائيلي، هذا ما جاء في خطاب بايدن، هذا ما تكشفت عنه مشروع القرار الذي يراد تقديمه لمجلس الأمن. أستاذ عريب، في نقطة هنا فقط أود التعليق منها عليها، يعني يقال أنه وصلت رسالة حتى من قبل حماس للوسطاء الوسطين القطري والمصري. وول ستريت جورنال تقول الوسطاء العرب تلقوا رسالة مختصرة من يحيى السنوار، سنقبل بالاتفاق فقط إذا التزمت إسرائيل بالوقف الدائم لإطلاق النار، وحماس لن تسلم بأسلحتها أو توقع على اقتراح أو مقترح يطلب ذلك. يعني هذا موقف مبدئي من حركة الحماس وفصائل المقاومة والشعب الفلسطيني، هذا لا نقاش فيه، لكن هذا بحاجة لأن يرفد بموقف المطلع العليم المنخرط الذي بيده كل الأوراق. موقف مصري قطري مشترك الآن توضيحي للرأي العام لمجلس الأمن للمجتمع الدولي، أعتقد أنه سيكون منصفا للشعب الفلسطيني ومقاومته إن توخى الدقة والموضوعية في توصيف ما حصل في هذا المجال. لا أريد أن أتحدث عن موقف عربي داعم وغير ذلك مما يئسنا من المطالبة به، ولكن
هذه الأطراف على الأقل من زاوية أخلاقية، من زاوية مهنية، هي التي تولت كل المسألة، عليها أن تقول من الذي يتحمل المسؤولية، ومن الذي عطل، ومن الذي يعطل، ولماذا تفعل واشنطن كل هذا الأمر، ولماذا تمارس كل هذه الألاعيب. وإذا كان بايدن بحاجة لنصر انتخابي فهذا لن يكون ثمن دماء الشعب الفلسطيني ونسائه وأطفاله، ليذهب إلى الجحيم بايدن وحزبه الديمقراطي. قطرة دم فلسطينية من طفل فلسطيني، من شيخ فلسطيني، من امرأة فلسطينية في قطاع غزة أهم بالنسبة لي وأكثر قداسة من حملته الانتخابية ومن مصيره الشخصي والسياسي. إذن يجب أن يكون هناك موقف بهذا المعنى، ليقال أن حسابات السياسة المحلية في إسرائيل أولا وفي الولايات المتحدة ثانيا هي التي تحول دون وقف هذه الحرب، وأن المقاومة أدت قصدها للعلا في الميدان وفي المفاوضات، وقدمت كل ما يلزم من مظاهر المرونة والإيجابية والاستجابة، وأن الكرة في ملعب بايدن وفي ملعب نتنياهو وليس في ملعب أي طرف آخر. هكذا ينبغي أن يكون الموقف، وهكذا ينبغي أن يوضح الوسطاء حتى وإن تعثرت الوساطة. إسرائيل لم تحترم كل الوسطاء، فتحت معركة على قطر، سيطرت على معبر رفح، والآن على بايدن نفسه. لماذا نلتزم الجانب الكياسة؟ يعني فيما الآخر يعني بلغت به الوقاحة مبلغا عظيما لا يمكن تخيلها بأي شكل من الأشكال. وهنا أستاذ مهدي عفيفي، ما تقييمك لهذه الضغوط الأمريكية؟ إذا كان بايدن لديها النية بالفعل وجدية بإيقاف هذه الحرب، ولكنه مأزوم وعاجز، يمكن توصيف هذه الضغوط لا تزال لا ترقى إلى مستوى الضغط الحقيقي على نتنياهو وعلى كابينة الحرب لوقف هذا العدوان؟ وعلما أن وسائل إعلام إسرائيلية فقط، للتوضيح أستاذ مهدي، نحن أمام يعني عزلة إسرائيلية متفاقمة. وسائل إعلام إسرائيلية تقول بأنه أمين عام الأمم المتحدة أبلغ إسرائيل بأنها أدخلت في القائمة السوداء للأمم المتحدة. الحقيقة لابد أن نعلم أن بايدن لا يريد إيقاف الحرب، إنما هو تحت ضغوط. في مرار كثيرة رأينا بايدن يتكلم بشكل ما ويغير رأيه، فمثلا عندما قرر أن يوقف إرسال السلاح أو القنابل 2000 رطل إلى إسرائيل لم يستطيع أن يقوم بهذا أكثر من أسبوع. الواقع أن بايدن كل ما يقوم به هو محاولة لإنقاذ نفسه، ولكن ليس لديه النية الحقيقية أو العزم الحقيقي. الولايات المتحدة الأمريكية كما نذكر دائما في اجتماعاتنا وتواصلنا مع يعني السياسيين تستطيع أن توقف الدعم العسكري وتضغط على إسرائيل، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تضغط على إسرائيل. وقد رأينا المهزلة التي حدثت عندما حاولت الولايات المتحدة تصوير أنها تساعد الفلسطينيين ببناء رصيف بحري، وانهار الرصيف البحري قبل تقديم أي مساعدة عندما في آخر مجزرة. أستاذ مهدي، فقط بالمعطيات، ليس التقرير لأي فصيل أو لأي جهة فلسطينية أو عربية، نحن نتحدث عن تقرير للسي إن إن الأمريكية تقول بأن إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية بهجومها الأخير بمجزرتها ليلة أمس على مدرسة الأونروا بنصيرات. بالطبع كل الأسلحة المستخدمة هي أسلحة أمريكية وأوروبية، فلذلك الولايات المتحدة شريك في هذه المأساة. لابد أن نعلم أن هناك حرب إعلامية على إسرائيل، على أي دولة أو على حماس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الإعلام الأمريكي الآن أصبح موضوعيا بعض الشيء، بعض القنوات، لأنه رأى أن المواطن الأمريكي لا يقبل بهذه الأكاذيب، خاصة أن هذه الحقائق منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. ورأينا الرئيس الأمريكي يحاول بكل طريقة إيقاف تيك توك مثلا عن نشر المجازر التي تحدث في غزة، ورأينا الرئيس الأمريكي يحاول بقدر الإمكان تصوير أنه يسعى إلى أن تكون هناك هدنة. ولكن لابد أن نعلم أيضا أن الرئيس الأمريكي يقوم بهذا لأن هناك مواطنين أمريكيين إسرائيليين مزدوجي الجنسية يضغطون على الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة استرجاع أسراهم. فلذلك لا يمكن التعويل على أن الرئيس بايدن يمكن أن يلعب دورا في إيقاف هذه المجازر، ولكن هو يؤدي وظيفة فقط كلامية، يتكلم بشكل يعني محاولة إرضاء الرأي العام، لكن الواقع
ان ما يحدث في الولايات المتحده الامريكيه غير ذلك. لقد راينا الدعوه التي تم توجيهها من اعضاء الكونغرس بمجلس الشيوخ والنواب وقيادتهم كلا الديمقراطيه والجمهوريه لدعوه هذا المجرم نتنياهو للخطاب داخل الكونغرس الامريكي. فلا بد ان نعي انه ان لم تكن هناك ردود فعل قويه، وانا اتفق مع ضيفك، لابد ان يكون هناك موقف عربي والتي سئمنا من المطالبه به، ولكن حتى مجرد ان تقوم الدول التي كانت يعني حاضره مثل قطر ومصر محاوله منها نشر الوقائع الحقيقيه لا نراها. فلذلك الامريكي يتصرف كما يشاء، ولا أعتقد أبداً أنه والإسرائيلي يتصرف كما يشاء. الأهم أستاذ مهدي، لأنه نتنياهو، وهنا أريد أن أفهم كيفية التعاطي الإسرائيلي دكتور أحمد الحيلة، وهذه النقطة أحيلها إليك، يعني كيف اليوم تتعاطى إسرائيل مع هذه الضغوط الدولية؟ ما نسمعه بالنسبة لنتنياهو وكأنه المستفيد الأول، يقول نحن ضغوط دولية صعبة تمارس علينا، ولكن يمكنني أن أضمن شيئاً واحداً، وهو أننا سنغير الواقع الحالي مهما حدث، وكأنه يثير هذه الحالة الواسعة من الضبابية حول المقترح، يزيد من حدة الانقسام من التفاعل بالداخل كي لا يتولى المسؤولية لنفسه، وهنا يلقي اللوم أيضا من جديد على حماس لأنه يربط ذلك بموافقة حماس عليه، صحيح؟ بنيامين نتنياهو يستخدم فكرة الضغوط الدولية وزراء كزعيم إسرائيلي للترويج لذاته أمام الرأي العام الإسرائيلي الداخلي، بمعنى أنه شخصية سياسية رغم كل حجم الضغوط التي يتلقاها من الإدارة الأمريكية، من المجتمع الدولي، من المؤسسات الدولية، لأنه شخصية لا زالت صامدة على مبادئها حماية دولة إسرائيل، وبالتالي هذا الأمر في جزء من أنواع الترويج والدعاية لنفسها. وبالمناسبة أسهم ارتفعت في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد قرار محكمة الجنايات الدولية، لأن هناك شرائح من الجمهور الإسرائيلي شعرت بأن بنيامين نتنياهو يتحمل كشخصية إسرائيلية سياسية كبيرة، يتحمل هذه الضغوط وهو يواجهها بشجاعة، وبالتالي ازدادت شعبيته. بنيامين نتنياهو يدرك هذه المسألة ويستثمرها. في جانب آخر، نتنياهو فيما يتعلق بالإدارة الأمريكية، صحيح أن الإدارة الأمريكية تعرب عن نوايا وتفصح أمام العالم بأنها تريد وقف إطلاق النار في قطاع غزة على اعتبار أن الحال في قطاع غزة لم يعد لصالح إسرائيل، وبأنها فشلت عسكريا وأمنيا، وأنها تتلقى الآن يعني جملة من الضربات التي حولت المشهد في قطاع غزة إلى حالة من الاستنزاف. والولايات المتحدة الأمريكية قلقة أيضا من اتساع دائرة الاشتباك خاصة في جنوب لبنان، وهذا الأمر يشكل يعني يسبب لها قلقا استراتيجيا، لأن هذا سيأخذ المنطقة في عكس أولوياتها المتجهة باتجاه الصين وروسيا، خاصة مع التطورات الأخيرة في أوكرانيا. الآن الإدارة الأمريكية مع أنها تعرب عن نوايا، لكنها لا تمارس ضغوطا حقيقية على بنيامين نتنياهو لتغيير سلوكه، ونتنياهو يعلم ذلك ويدرك ذلك. وبنيامين نتنياهو أكثر من ذلك في هذا السياق، يدرك بأن الآن خمسة أو ستة أشهر القادمة إلى حين إجراء الانتخابات حتى نهاية العام الجاري هي له تعتبر فرصة وفسحة كبيرة جدا ليبتز الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية تريد أن توقف مثلا إطلاق النار في السادس من أيار. بينز كان مطلع على الورقة التي فيها وقف إطلاق النار. عندما رفضت إسرائيل، من الذي انسحب؟ الذي انسحب الإدارة الأمريكية، وأصر بنيامين نتنياهو على موقفه. إذا الإدارة الأمريكية عندما تصطدم الإرادتان الآن في هذه اللحظة، وهنا لا أقيس يعني بالقوة المجردة، لكن البيئة السياسية التي تحيط بالإدارة الأمريكية تضعفها، لأنها تريد أن تستقوي باللوبيات الصهيونية في السباق الانتخابي. وبنيامين نتنياهو أيضا يستثمر هذا الموضوع في الضغط على بايدن وفي مواجهة بايدن. ولذلك لاحظنا في أكثر من مرة، عندما تصطدم الإرادتان الأمريكان يتراجعون ويعودون ليتساوقوا مع موقف بنيامين نتنياهو وتساوقوا مع إسرائيل. بل أن الولايات المتحدة الأمريكية إلى اللحظة برغم اتهام نتنياهو بأنه الآن على الأقل في طلب لاعتقاله في الجنائية الدولية، في محكمة عدل دولية أخذت قرار بوقف إطلاق النار أو الحرب على رفح، ما الذي يجري؟ الإدارة الأمريكية توفر له السلاح
والغطاء الاقتصادي والغطاء السياسي، بل تعطيه منحة بأن تعال إلى الكونغرس الأمريكي وألقي خطاب الشهر القادم أو الذي يليه، وأيضا يقوم الكونغرس باتخاذ مشروع أو قرار أو قوانين لمعاقبة الجنائية الدولية ومعاقبة مسؤوليها. لماذا؟ هل هذا يشكل نوع من أنواع الضغط على بنيامين نتنياهو؟ العكس، صحيح. الولايات المتحدة الأمريكية تشكل جدار حامي وجدار صد عن بنيامين نتنياهو، ولذلك أنا أقول قد تكون الإدارة الأمريكية لحسابات استراتيجية لا تريد أن تغرق إسرائيل في قطاع غزة، لا تريد أن تغرق إسرائيل في جنوب لبنان، لكن أمام الإصرار الإسرائيلي في ظل الانتخابات تقف الإدارة الأمريكية إدارة عاجزة كالبطة العرجاء، هي لا تستطيع أن تفعل شيئا سوى أن تذهب في المحصلة الأخيرة لأن تتساوق مع بنيامين نتنياهو كما يجري اليوم الآن. الإدارة الأمريكية وفي عجالة في يوم الجمعة الماضي بايدن أعرب عن وجهة نظر الإدارة بوقف إطلاق النار، لكنه تبنى الورقة الإسرائيلية ووضعها على الطاولة، والآن يطالب حماس بأن تقبل بهذه الورقة التي تخلو من وقف إطلاق النار. إذن أين الإدارة الأمريكية؟ الإدارة الأمريكية تتماهى مع إسرائيل. دكتور أحمد، يعني هذا التناقض بالنسبة للسلوكيات الأمريكية. ماثيو ميلر نفسه الناطق باسم الخارجية الأمريكية يقول اليوم بأننا نحن قلقون من الانزلاق إلى حرب شاملة ونطاق أوسع في الجبهة الشمالية، ونسعى للبذل المزيد من الجهود الدبلوماسية للحيلول دون الانفجار. ولكن بالمقابل هو أمس نفس الشخصية وأيضا بالتصريحات الأمريكية تقول بأن الولايات المتحدة وواشنطن ملتزمة بالتفوق العسكري النوعي الإسرائيلي في المنطقة. وهنا بتنا نتحدث عن مراكمة لهذا العجز الإسرائيلي من جبهة إلى جبهة، حتى بات تم الحديث داخل الكيان عن يأس وجودي وليس فقط خطر وجودي لهذا الكيان. وهذا ما سنناقشه بالمحور الثاني في المسائية عبر هذا العرض الذي يضيء على الكثير من النقاط. إذن يراكم الإسرائيليون عجزا كبيرا في تحقيق أهداف وضعتها حكومتهم في 8 أكتوبر. مأزق العدوان واتساع رقعته انعكسا قلقا وجوديا، ومع تأزم الوضعية السياسية لحكومة الاحتلال الحالية يتحول القلق إلى اليأس. أحداث 7 أكتوبر كانت بمثابة مؤشر واضح لانهيار عقيدة الأمن القوي الإسرائيلي. يقول تقرير نشره موقع ذا كونفر سايشن الأمريكي، وأكد هذا التقرير أن ثمة 3 عناصر أصابها الفشل الذريع، وهي الردع والإنذار المبكر والدفاع، وأن استمرار الحرب يلحق ضررا بهذه العناصر لا يمكن إصلاحه. اليأس الوجودي المفتوح لدى الإسرائيليين يقابله تصاعد عزيمة الشعب الفلسطيني والتمسك باسترداد الأرض بالتكتيك والتنفيذ والقراءة البعيدة وعدم القبول بالتسويات غير المجدية. صحيفة معاريف وجهت أسئلة كثيرة عن مستقبل الكيان، كتبت إسرائيل تتفكك والدولة على وشك الخراب ولا من منقذ، وأردف المقال معارضو الصفقة في الحكومة يعرفون الحقيقة، السم يتسرب إلى هيئة الأركان العامة، إسرائيل تتعثر في غزة وحماس ما تزال تحكم هناك. تطورات جبهات الإسناد ولا سيما اللبنانية ترفع منسوب اليأس، والتعليقات الإسرائيلية تكشف أن إسرائيل لا تستطيع حماية نفسها ولا يمكنها ردع الهجمات برغم الدعم الغربي. وهنا تسعى هيئة الأركان العامة الإسرائيلية جاهدة إلى أن تثبت لحزب الله الثمن الذي ستتكبده حرب شاملة، قد يكون الدمار الذي سيلحق بلبنان هائلا، لكن الضرر الذي قد يلحق بالمدن الشمالية والوسطى في إسرائيل لا يشبه أي شيء شهدته إسرائيل على يد حماس. وتابعت، الجيش الإسرائيلي سيصل إلى مثل هذه المواجهة في أعقاب 8 أشهر من الحرب القاسية والإنهاك في غزة، ما أدى إلى تآكل قدرات الوحدات وقوة تحملها ووسائلها ومخزونها. وهنا أستأنف النقاش معك أستاذ عريب، ما الذي أوصل الخطر الوجودي إلى اليأس الوجودي؟ نحن نتحدث من منطلقات لا سيما بجبهات الإسناد، اليوم نتحدث عن عمليتين مشتركتين ما بين الجبهة اليمنية والمقاومة العراقية، وصلت إلى تهديد مواقع حيوية تحديدا حيفا في داخل الكيان. الجبهة اللبنانية استخدام صواريخ دفاع جوي، وهذا تطور يدخلنا بمعركة وعناوين مختلفة في المرحلة المقبلة. هل رسائل الردع التي تأتي من جبهات الإسناد ولا سيما اللبنانية
هي اليوم التي تمنع الحرب الشاملة؟ وهل بالفعل وصلنا إلى تفكك هذا الكيان وهذا ما بتنا نعلم عنه أو ما عرف باليأس الوجودي؟ يعني دعيني أتناول رزمتين من الأسباب التي أوصلت إسرائيل إلى هذه الحافة الخطرة وغير المسبوقة تاريخيا. الرزمة الأولى تتعلق بالدور المتنامي للمقاومة. غزة أطاحت بنظرية الأمن القومي الإسرائيلية، ليس في أركانها الثلاث كما قالت كونفرزيشن قبل قليل في تقريرك وفاء، وهي الردع والإنذار المبكر والدفاع. أيضا الحروب الخاطفة سقطت، الحرب في على أرض العدو سقطت، الآن الأرض المعارك في الجبهة الداخلية في العمق الإسرائيلي. إسرائيل ثبت مرتين في 7 أشهر أنها لا تستطيع الدفاع عن ذاتها. 7 أكتوبر لولا الأساطيل ولولا الجسر الجوي والجسر البحري وغير ذلك لما استطاعت إسرائيل أن تمضي في هذه الحرب. 14 من نيسان الضربة الإيرانية لإسرائيل، لولا كل هذا الحشد العربي الأطلسي لما أمكن لها في الحقيقة أن تتفادى هذا الوابل الكثيف من الصواريخ والمسيرات الدقيقة الإيرانية في هذا المجال. حزب الله الآن يتطاول على إسرائيل يعني كما لم يحدث من قبل في التاريخ. كان يكفي لعملية واحدة من عمليات حزب الله يعني التي ينفذها على مدار الساعة هذه الأيام أن تكون سببا في إشعال حريق في لبنان كله. اليوم إسرائيل مردوعة في هذا المجال، ورغم التهديدات اللفظية التي تصدر هنا هناك وتحديد ربما مواقيت لهذه الحرب، الكل يدرك أن إسرائيل لا تستطيع أن تقامر بحرب شاملة على لبنان، وهي إن فعلت ستكون وبالا عليها. هذا الجيش الذي كان لا يقهر يقف والذي يقف عاجزا على أبواب جباليا والبريج والمغازي ورفح وغيرها، دليني على طريقة يعني يمكن أن تقنعني بأنه سيكون قادر على سحق حزب الله ودفعه إلى شمال الليطاني وتدمير بناه العسكرية والقتالية وغير ذلك. هذا هراء في هراء بهذا المعنى. الرزمة الثانية من الأسباب التي تدفع إسرائيل هي سابقة للسابعة من أكتوبر ولكنها تفاقمت بعده في هذا المجال. إسرائيل اليوم ليست إسرائيل قبل 30 سنة أو 20 سنة وغير ذلك. إسرائيل منذ فترة وقلناها على شاشاتكم وكتبنا في ذلك، إسرائيل تتمشرق. إسرائيل تعاني من كل مظاهر وفيروسات الدولة الفاشلة شيئا فشيئا، لم تصل إلى حافة الفشل، لم تصبح دولة فاشلة بعد. ولكن انظر إلى هذا الصراع الديني العلماني، إلى الصراع الهوياتي المتفاقم في إسرائيل، انظر إلى ما كان ينوي نتنياهو وصحبه وفعله في النظام السياسي الإسرائيلي في دور القضاء، تغول السلطة التنفيذية. حالة التفكك يعني التي تصيب النخبة السياسية والعسكرية والأمنية في إسرائيل، أنت الآن لا تعرفين من يمثل إسرائيل وما هو الموقف الإسرائيلي. هناك موقف لجانس، هناك موقف لنتنياهو، بنكفير، سموتريتش، يجب أن تعدي الأسماء. انظري إلى مستوى الثقة بالأداء المؤسسة وهذا العسكرية، وهذا أمر غير مسبوق بتاريخ الكيان. يعني دائما كانت الحروب توحد إطلاق هذه كلها عوامل. لا أستطيع أن أقول أن إسرائيل وصلت إلى حافة الانهيار أو أنها ستنهار قريبا، ولكنها على سكة الانهيار. وأعتقد أن دور قوى المقاومة في هذا المجال حاسم في هذا الموضوع. حزب الله مرة أخرى يعني ليس مردوعا، من هو مردوع في الجبهة الشمالية هو إسرائيل كما يتضح من سلوكها في هذا المجال. ودعينا نرى ما الذي يمكن أن يحدث بعد منتصف الشهر، يعني حيث تقول بعض التقديرات بأنه قد يكون الموعد يعني لشن عملية عسكرية واسعة في ضد لبنان. أعتقد أن المعارك الأساسية سوف تكون في شمال فلسطين وربما في وسطها، ولدى حزب الله من القدرة على الوصول إلى أي سنتيمتر مربع في إسرائيل. انظري إلى الدور الذي يلعبه الحوثيون والتصعيد الأخير لجبهة العراق كذلك. أعتقد أن هذا تطور مهم، عامل مهم. وإذا اندلعت المعركة على الجبهة الشمالية ربما ننزلق إلى ما لا تحمد عقباه، على الأقل من جانب الولايات المتحدة. أنا بالنسبة لي لا تحمد عقباه، يعني أن نرى يعني مواجهة شاملة مع إسرائيل على مستوى الإقليم. أنا شخصيا أعتقد أنه خيار تحمد عقباه. ومن هذه النقطة أحيل هذا السؤال إليك أستاذ مهدي عفيفي، أمام هذه المخاوف من تفكك هذا الكيان الذي زرعته الولايات المتحدة بدور وظيفي تحديدا، وتسعى كانت على تفوق هذا الكيان في المنطقة،
هل يمكن القول في مخاوف واضحة من قبل الأمريكي بالذهاب إلى حرب شاملة أو حرب مفتوحة انطلاقا مما يجري في الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة؟ أي قدرة اليوم أمريكية بمنع إسرائيل بالهروب إلى الأمام عبر هذه الحرب؟ وأي مخاطر لتفكك هذا الكيان من هذا الشمال المحترق إلى الجنوب الملتهب؟ في الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية منذ ولاية هذه الحرب على غزة أعربت عن عدم استطاعتها أو عدم دعمها لأي تمدد لهذه الحرب، وقد رأينا عندما قامت إيران بضرب إسرائيل ردة الفعل الإسرائيلية كانت ضعيفة جدا، لأن إسرائيل تريد أن تفتح جبهات أخرى عليها. الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لا تريد التورط في حرب لا نهائية، سواء في الجنوب اللبناني أو مع العراق أو مع إيران. نعلم جيدا أنه أن يكون توسع في هذه الحرب، الخاسر هو إسرائيل. هناك الخسارة ليست خسارة عسكرية فقط، ولكن دعم إسرائيل داخل الولايات المتحدة الأمريكية أصبح شبه يعني متدني. لذلك نرى أن الولايات المتحدة تحاول بكل الطرق أن تمنع إسرائيل وتثنيها عن المضي قدما في خوض أي نوع من التوسعة في الحرب ضد لبنان أو توسعة الصراع مع إيران. ونرى أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تهدئة الجبهات الأخرى في محاولة منها ألا تخسر إسرائيل هذه الحرب. إسرائيل بالطبع خسرت هذه الحرب، سواء كانت على المسألة الدولية أو على الداخلية. ونرى أن الإعلام الإسرائيلي يتكلم دائما كيف أن مجموعة من يعني غير المسلحين أو المدربين تدريب عالي استطاعوا أن يقهروا هذا الجيش الذي يعني يسمى جيش لا يقهر. فلذلك الولايات المتحدة الأمريكية والاستخبارات الأمريكية تعلم جيدا أن أي اتساع لرقعة هذا الصراع سيكون ضد إسرائيل، وقد تتدخل أطراف أخرى مما قد يعقد هذه المسألة. بالإضافة حتى في الداخل الإسرائيلي هناك حالة من التخوف الشديد من اتساع هذه الحرب، لأن إسرائيل خسرت الحرب الإعلامية وستخسر الحرب العسكرية التي خسرتها بالفعل، ولكن إن استمرت وتوسعت مع الجبهة الشمالية ومع أي أطراف أخرى يمكن بذلك القضاء على إسرائيل التي نعرفها. مراكمة هذه الإخفاقات دكتور أحمد الحيلة أمام تكامل هذه الساحات، رسائل الردع بمقابل تآكل الردع الاستراتيجي للكيان، وحتى باعترافات يعني على دلالة على كلام ضيفينا أستاذ عريب وأستاذ مهدي اليوم بكلام لمسؤولين أمريكيين وأيضا إسرائيليين لرويترز، يقولون نحن نواجه معركة طويلة للتغلب على حماس، لا يوجد حل سريع. هنا نتحدث عن قطاع غزة المحاصر، هذه المقاومة اليوم التي تبدع بعملية إنزال خلف الخطوط وتفجير نفق، بمقابل جبهات إسناد تحقق الكثير بدعم غزة، ولكن هل يعلم الإسرائيلي ماذا لو فتح هذه الجبهات وتحديدا الجبهة اللبنانية؟ وكيف يقود هذا التآكل لردعه إلى تفكيك الكيان حقيقة وإلى اليأس الوجودي؟ موضوع اليأس الوجودي أستاذة وفاء هو يتسرب داخل الكيان، وهناك معالم واضحة. نحن الآن نتحدث عن بعض المعلومات التي تقول بأن في نهاية الشهر السادس غادر الكيان 1 مليون إسرائيلي من أصل 7 مليون، هذه نسبة هائلة في خلال 6 أشهر. نحن نتحدث في الجانب الاقتصادي على سبيل المثال، نتحدث عن تسرب 30% من رأس المال الذي يعمل داخل إسرائيل خلال 6 أشهر الماضية أو 6 الأشهر الأولى من المعركة. 30% من المال الذي يستثمر في التكنولوجيا والهايتك أيضا تسرب من إسرائيل. الناتج القومي تراجع 22% خلال 6 أشهر الأولى. نحن نتحدث عن شلل في الإنتاج الزراعي والحيواني جنوب فلسطين وشمال فلسطين، هذا في جانب الاقتصاد. وهناك أرقام كثيرة لدرجة أن أحد المؤسسات الإسرائيلية اسمها مؤسسة أرون للسياسات الاقتصادية تقول بأن كلفة المواجهة مع حزب الله خلال الفترة الماضية 9 مليار دولار، وإذا استمرت الوتيرة مع حزب الله بهذا الشكل ستبلغ الكلفة المباشرة للاشتباك مع حزب الله دون الحرب الشاملة. نحن نتحدث عن وتيرة تصعيد كما نشاهد اليوم،
ستبلغ نهاية العام 28 مليار دولار. الستة أشهر الأولى من المعركة كلفت إسرائيل تكلفة مباشرة 60 مليار دولار مع قطاع غزة. كما آكل في نظرية الردع على المستوى العسكري، في هناك فشل استراتيجي اليوم نشاهده لإسرائيل في مواجهتها مع حزب الله ومواجهتها مع حماس، إلى الحد أن يخرج اليوم مجموعة من رفح تدخل إلى 48 أراضي فلسطين المحتلة وتشتبك مع القيادة العسكرية التي تدير العمليات في رفح. إذا هناك حقيقة مجموعة من المعالم، وإضافة لكل ذلك نحن نتحدث عن عزلة دولية لإسرائيل وسقوط الرواية، وهذه مسألة يعني تعتبر انهيار استراتيجي لإسرائيل. لماذا؟ لأنها منذ العام 75 سنة إسرائيل شرعت وجودها كاحتلال، شرعت فعلها رغم أنه فعل مجرم، شرعته من خلال الدعاية ومن خلال تصدير الرواية الكاذبة. اليوم العالم كشف حقيقة إسرائيل وبدأ ينظر أن هذه إسرائيل دولة متوحشة، هذا كيان متوحش محتل يمارس العنصرية والتطهير العرقي والإبادة الجماعية وحرب الإبادة وكل يعني كل مسبات اللي هي التي يعيش العالم الحقوقي كلها أصبحت الآن تتهم بها إسرائيل، إسرائيل أن ترتكب أم الجرائم هي الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. ويقال اليوم إسرائيل هذا بالمجمل الداخلية دكتور أحمد ومطرقة الهشاشة الخارجية والعزلة الدولية التي تعانيها، فقط إذا كان لديك تعقيب بسيط. نعم نعم الهشاشة الداخلية فيما يتعلق بالخلاف على هوية الدولة دينية أم علمانية، الخلاف ما بين العلمانيين والمتدينين والحريديم، الخلاف على القوانين، الخلاف على مفهوم العدالة والمساواة مختل. هناك أصلا حتى في خلاف ما بين داخل المؤسسة العسكرية والمؤسسة العسكرية والقيادة السياسية. هذا بالمجمل أستاذ وفاء يعطينا صورة بأن إسرائيل الآن تعيش في مأزق. لكن اسمح لي بعجالة، هل يمكن لإسرائيل أن تذهب إلى لبنان؟ أنا أقول أن هذا احتمال ضعيف، لكن ليس بالضرورة الحسابات المنطقية والموضوعية أن تكون دائما هي في عقل المتطرفين. نحن اليوم أمام قيادة متطرفة يعني ليست خبيرة في عالم السياسة إن صح التعبير الآباء المؤسسين لهذا الكيان. هؤلاء جاءوا على رافعة التطرف ورافعة الأساطير الدينية وهم يظنون بأن إسرائيل يمكن أن تهزم العالم العربي كما هزمته في العام 67. رغم أن ميزان الربح والخسارة دكتور أحمد هو حاضر بتقديرات الخبراء الإسرائيليين، يقولون أنه إذا أعلنت إسرائيل الحرب على حزب الله فقد خسرنا الحرب منذ اليوم الأول وهذه ستكون هزيمة فظيعة للكيان. وأختم معك أستاذ عريب. هذه تقديرات؟ نعم هذه يعني فقط دكتور أحمد لو تسمح لي لأختم بهذه النقطة مع أستاذ عريب. هذا يأخذنا أيضا بتكامل الساحات، العمليتين المشتركتين، التنسيق اليوم بين هذه الساحات وشبهات الإسناد أستاذ عريب، إلى أين تأخذنا بالخلاصات؟ لأنه اليوم السيد عبد الملك الحوثي يقول مسار هذه العمليات المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي. أعتقد يعني منذ بضعة أسابيع وبالذات يعني بعد الاجتماعات التي تمت يعني بين أركان هذا المحور، حماس، الجهاد، أنصار الله، المقاومة العراقية، الفيلق القدس، الحرس الثوري وغيرهم، يعني كان واضحا أن هناك نهج يعني تصاعدي وتصعيدي في التعامل على جبهات الإسناد. رأينا قتالا غير مسبوق على الجبهة الشمالية، رأينا ارتفاعا غير مسبوق ايضا في وتيرة التصدي يعني للاهداف الامريكية والاسرائيلية في البحر الاحمر والمحيط الهندي وضفاف المتوسط الشرقية. رأينا دخولا اكثر كثافة للمقاومة الاسلامية العراقية على الخط. هذا التطور الجديد بالعمليات المشتركة هو مرحلة جديدة من مراحل يعني التصعيد على خطوط الاسناد. وأعتقد أن الخيط الناظم لعمل هذه الجبهات هو ما يجري في غزة، نبض رفح وعملياتها، جباليا وعملياتها. أعتقد أن الرسائل تصل للولايات المتحدة، ولهذا أعود وأقول أن الولايات المتحدة راغبة بالخلاص من هذا العبء
بشكل ثقيل، ولكن مشكلة الولايات المتحدة أن إرادتها السياسية محتلة من قبل جماعات الضغط الصهيونية والموالية لإسرائيل في توقيت حساس، وهذا ما يدفع نتنياهو لإبداء بعض الطمأنينة إلى الموقف الأمريكي، إذ لديه إحساس بأنه هو من يضغط على بايدن وليس بايدن من يضغط عليه. ولكن في نهاية المطاف من سيحسم هذا الصراع ليس توازن القوى وديناميات القوى بين واشنطن وتل أبيب، من سيحسم هذا الصراع هو الثابتون على أرضهم وبين أهلهم، المقاومون بصلابة الذين يفاجئوننا كل يوم بالجديد يعني وبكثير من المفاجآت التي لا تصيب العدو بالهلع، وإنما يعني تصيبنا نحن في الحقيقة يعني بالفخر والاعتزاز وبعنصر المفاجأة كذلك بهذا المعنى. لذلك يعني نحن ما زلنا في قلب المعركة، والمعركة ما زالت بعيدة عن أن تضع أوزارها، والشجاعة صبر ساعة. وهذا ينعكس أيضا على مزيد من التنسيق وبارتقاء هذا المستوى التصعيدي لمحور المقاومة. وأنت تتحدث أستاذ عريب عن نهاية هذا الكيان وتفكك هذا الكيان في موقف مهم أيضا للمرشد الإيراني السيد علي خامنئي، يقول إننا نشهد بداية النهاية الكيان الصهيوني، هذا الكيان يذوب تدريجيا أمام أعين العالم. أختم المسائية مع هذا الموقف وأشكركم جزيل الشكر ضيوفنا الكرام، أستاذ مهدي عفيفي محلل السياسي وعضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي كنت معنا من نيويورك، الشكر موصول لك أيضا أستاذ عريب الرنتاوي والمتواجد في واشنطن كنت معنا في هذه المسائية مدير مركز القدس للدراسات السياسية، وشكرا جزيلا لك دكتور أحمد الحيلة الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا مباشرة من إسطنبول. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا الأكارم على طيب المتابعة. هذه المسائية انتهت، في أمان الله.